سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نستهل به مؤتمرنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السيدات والسادة الكرام، نلتقي اليوم في حضرة وفي مجلس الذين اختاروا من اقرأ منهاجا، ومن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سراجا، ومن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مسارا، ومن إنما يخشى الله من عباده العلماء شعارا. السيدات والسادة الكرام، مرحبا بكم جميعا في رحاب الجامعة الدولية، أساتذة أجلاء وأشقاء كرماء وأصدقاء أعزاء. لقد آلت الجامعة الدولية على نفسها منذ تأسيسها قبل 15 عاما إعلاء قيمة التعليم الطبي وجعله في مقدمة انشغالاتها التي ترجمتها إلى مشاريع ومناهج واختيارات ومسارات. وكان انعقاد مؤتمر التعليم الطبي في دورته الأولى دليلاً على الإيمان الراسخ للقائمين على هذه الجامعة الرائدة بالأهمية القصوى للتعليم الطبي، وضرورة ترسيخ مفاهيمه وتأكيد مضامينه وترجمة ذلك واقعياً. السيدات والسادة الكرام، باسم الجامعة الدولية نرحب بكم في مدينة بنغازي التي ندعوها العصية، لأنها استعصت على الإرهابيين الظلاميين أعداء العلم وأعداء الحياة، وتمكنت من دحرهم وقدمت آلاف الشهداء لتستقبل اليوم العلماء النجباء. السيدات والسادة الكرام، نترككم الآن مع كلمة رئيس الجامعة الدكتور محمد سعد، يلقيها رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور توفيق الطويل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية الترحيب بكم في رحاب جامعتكم الفتية، وأتقدم لكم بالأمنيات الخالصات وبالنجاح في هذا المؤتمر المهم وتحقيق كل أهدافه والاستمتاع بمناشطه ومداولاته. نلتقي اليوم في المؤتمر التعليمي الطبي في نسخته الثانية بعد نجاح مؤتمره الأول، ونفخر بكون الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية قد صارت قبلة المهتمين بالتعليم الطبي وبآخر المستجدات في مجاله. إن خدمات التعليم والصحة تعد من بين أهم الخدمات ذات الجدارة الاجتماعية، ولقاؤكم اليوم يمثل القاسم المشترك بينها في الأهمية. وإن كان قطاع التعليم قد صار يعرف بالصناعة، فهو بعيد كل البعد عن التجارة، ولعل ممارسة
مهنة التعليم هي من بين المهن والوظائف المهمة، فهي بالتأكيد سواء في القطاع الخاص أم العام من أقدس المهن، وهي من أسمى الرسائل. ولا شك بأن الطريق إلى تقدم الأمم والشعوب كان دائما عبر امتلاك العلم والتقانة، ولكننا في عصر المعرفة الذي نحياه ولا نعرف مداه، صار تعليمنا هو سبيلنا الوحيد للنهوض ورفع المكانة. جامعاتنا ومراكز بحوثنا ومؤسساتنا العلمية والصحية تقع على خط التماس في معركتنا ضد التخلف والجهل والمرض، وعلى عاتقها تقع مسؤولية مواكبة الحداثة ومسؤولية نقل المعرفة وإنتاجها وتدريب الكوادر وصقلها، ولن نغفر لها تقاعسها أو إهمالها لهذه المهمة. وتخلفها لا قدر الله يشبه التخلف يوم الزعف، كما أن عرقلتها وحرمانها لمتطلباتها يضر بمصالحنا الاستراتيجية ويهدد أمن الوطن، ولا يفسر إلا بالإصرار على التخلف. إذا كانت الصحة والعافية هي أغلى النعم، والمحافظة عليها وتعزيزها من أهم أولوياتنا واهتماماتنا، فإن الارتقاء بالتعليم الطبي ومواكبة التطور في هذا المجال سيسهم بدون شك في تحقيق ما ننشد إليه، ويعالج مشاكلنا الصحية المزمنة وأزماتنا الصحية المتراكمة. مؤتمرنا هذا ليس مناسبة اجتماعية ولا موعدا لمجرد اللقاء وتحقيق مصالح ومنافع محدودة، ولكنه فرصة للتعرف على أحدث التطورات ولنقل المعارف وتبادل الخبرات. نحن لا نشعر بالدونية ولا نعاني من عقدة النقص، وندرك أن الاستثمار في عقول أبنائنا وفي خبراتنا الوطنية هو السبيل للنهوض والتقدم. ونحن نفخر بما أنجزناه والتقدم الذي أحرزناه في التعلم الذاتي المرشد والتعليم الإلكتروني وتطبيق المعايير الدولية ومعايير الجودة وميكنة إدارة العمليات وإضافة تخصصات مهمة تحاكي متطلبات المستقبل. بالرغم من كل الظروف التي عشناها خلال أكثر من عقد من الزمان، وفي ظروف من عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية وانتشار العنف وتعدد للحوائج والنوائب، وفي ضوء إمكاناتنا الذاتية والمحدودة بعيدا عن رعية الدولة، فإننا لن نستسلم لهذا الواقع ونسعى إلى تحقيق المزيد من التطور والتقدم، والبدء في برامج الدراسات العليا لتخصصات مهمة يحتاجها خريجون وتفيد الوطن، وتخصيص ميزانيات معتبرة من مواردنا للبحث العلمي وإلى الحصول إلى الاعتمادات الدولية بعد أن تم استكمالها محليا. وقد تمت المباشرة في ذلك لعدد من البرامج وبقبول ملفاتنا والبدء في إجراءات الاعتماد لدى مؤسسات اعتماد دولية، ونرجو أن يعم التطور على كل جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية والبحثية والصحية، كما نرجو أن تتضافر كل الجهود من أجل رقي وتحسين خدماتنا الصحية والتعليمية، وأن ننتقل من مجتمع يستهلك المعرفة إلى منتج لها، وأن نباشر في مهام الصعود نحو التنمية والازدهار، ونلحق بركب التقدم وننجح في مواجهة تحديات المستقبل وضمان الاستقرار والأمان في صحة الوطن والمواطن. تحية تقدير لأعضاء اللجنة العلمية والتحضيرية والتنظيمية لهذا المؤتمر، والشكر الجزيل لكل من حضر من أساتذة زوار وتحمل أعباء ومشقة السفر، ومن مشاركين عن بعد، وكل من ساهم في جعل هذا اللقاء ممكنا وشارك فيه. ونأسف لعدم استجابة منظمة الصحة العالمية بمكتبها الإقليمي في القاهرة ومكتبها في ليبيا للتعاون مع هذا الحدث المهم، ولكننا تعودنا على أن نعتمد على قدراتنا الذاتية
ولن نعول على غيرنا، وكما هو واقع بلدنا وأزماتنا المتكررة لن ينهض به إلا المجتمع الدولي ولا منظماته الأممية، ولكن ستنهض بجهود أبنائنا ووطننا وأعمال المخلصين منهم ومن قواه الوطنية. حفظكم الله ووفقكم وسدد خطاكم وجعل سبيلكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الحضور، نترككم الآن مع كلمة رئيس اللجنة العلمية ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور عادل التواتي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. Dear ladies and gentlemen, I would like to thank you for your interest in the Medical Education Conference 2022 at the Libyan International Medical University. And I would like to cordially welcome you all, wishing you get the best of it. It's an exciting time for all those interested in medical education, a domain which has emerged as a necessity in light of the dramatic explosion of knowledge and new learning methodologies. This conference is devoted to current research and theory, as well as the future perspectives on issues related to learning and instruction. And it will give participants a platform to exchange ideas, discover novel opportunities, reacquaint with colleagues, meet new friends, and broaden their knowledge. The conference journey focuses on technology-based learning, international accreditation, curriculum and faculty development, and student assessment. Through this journey, we will learn from the various sessions that broadly cover a wide range of topics. These topics stretch over from evolution of medical education and accreditation to the roles that cutting-edge technology plays in instruction, learning, assessment, curriculum mapping, and evaluation. The scientific committee, in collaboration with the organizing committee, built up a stimulating scientific program. To give you an idea of what you can expect and what we hope to achieve over the next few days, the program offers presentations, including keynote speeches, research papers, symposium, pre-conference and post-conference workshops, panel discussions, round table, work cafe, and lightning experience presentations. Students will show their glory through conducting a unique activity named Medical Education Park. I'm sure this program will trigger lively discussions and will project attendance to new developments. I would like to thank you, both experienced and young participants, for attending and bringing your expertise and innovative ideas to our conference. I want to thank all who contributed to the launch of this conference with great hopes of success. It was fortunate to organize Medical Education Conference 2022 for several reasons, which are impossible to enumerate, but which extend from being in Benghazi to fulfilling LIMU mission. Special thanks to the organizing committee and scientific committees who led the organization of this conference with expertise, skill, creativity, and a touching enthusiasm, bringing it from its beginning to the present scientific and social program. My thanks extend to LIMU president, Professor Muhammad Saad, and to the acting president, Professor Tawfiq Dawil, for making it come true, and thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السيدات والسادة الحضور، نترككم الآن مع كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتورة سلمى أبو خطوة، فتتفضل مشكورة. كي السلام عليكم. أنا حابة اليوم باسم اللجنة التحضيرية أني نشكر
جميع الحضور اللي تكبدوا فعلا مشاق السفر وعناء السفر وجونا اليوم عشان يشاركونا المؤتمر، أيضا جميع الحضور من داخل مدينة بنغازي وضواحيها. حابة نشكر الأستاذ الدكتور عمر عزة سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وذلك لأنه يعني وافق على مشاركة وفد من اتحاد الجامعات العربية في المؤتمر، وأيضا مكنهم من إجراء بعض ورش العمل وذن المؤتمر. أيضا حابة نشكر المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية طرابلس، لأن شاركونا يعني ممثلين بأعلى تمثيل، السيد الأستاذ الدكتور عبد الله هو مدير المركز بنفسه حاضر معنا، وأيضا عبد الله عبد الجليل، وأيضا السيد الدكتور سالم الفرد والدكتور عبد المجيد الطيب مديري إدارة ضمان الجودة والاعتماد. حابة أيضا نشكر الدكتور إبراهيم الشارف رئيس المجلس الصحي العام على حضوره معنا، الدكتور إبراهيم بوسيفي المنسق العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية العربية بدولة ليبيا، مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الصحية ومدير عام مستشفى الأطفال التعليمي بطرابلس. أيضا نشكر جمعية لمسة، جمعية الأطباء الشباب فرع الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، على تنظيم ومشاركتهم في الميد إت بارك، وهو أحد الأنشطة المميزة اللي حكى عنها السيد الدكتور عادل التواتي رئيس اللجنة العلمية. أيضا نشكر مستشفى دار الشفاء على رعايتهم الكريمة لأحد الأنشطة المهمة في المؤتمر، واللي حينتج عنها إجراء عمليتين جراحيتين بدون مقابل في مستشفى دار الشفاء، وحيتعلموا خلالها مع بروفيسور الدكتور القلاي علي القلاي، حيتعلموا من خلالها الأطباء الشباب بتلقوا تدريب مميز عن إحدى أنواع الجراحات. أيضا لا يفوتني أني نشكر اللجنة العلمية برئاسة دكتور عادل التواتي على كل مجهوداتهم الفترة اللي فاتت، وكل اللجان التابعة للمؤتمر من ورش عمل، لجنة تنظيمية، علاقات عامة وضيوف، دعم فني، تسجيل واستقبال، مطبوعات وهوية بصرية، لجنة إعلامية، لجنة توثيق علمي. الأسماء كثيرة صراحة، والواحد مرات لو يذكر اسم ينسى اسم ويزعل الناس، فأنا مش هنذكر أي أسماء، ولكن كلهم مشكورين. أيضا السادة عمداء الكليات بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، لأنهم قدموا لنا كل الدعم وأتاحوا الفرصة لمنتسبيهم من موظفين ومن أعضاء التدريس ومن طلاب أيضا بالمشاركة في التجهيز والإعداد لهذا المؤتمر، فشكرا لكم جميعا. أعتقد الآن بنبدو في التكريم ومنح الدروع. الجامعة الليبية الدولية قررت هذا العام أن هي تقدم 3 دروع لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس المميزين جدا، واللي ساهموا بقدر كبير في أن هم يعني أثروا في مسيرة التعليم الطبي في ليبيا بصفة عامة، وفي الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية بصفة خاصة. درع التميز تقرر تقديم هذا العام للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى الفاخري. أستاذ دكتور مصطفى الفاخري شارك في التدريس في جامعة بنغازي، كما ترأس جامعة بنغازي في العام 2017، وهو مؤسس وعميد لكلية الصيدلة بجامعة بنغازي، وعين أيضا عميدا لكلية الطب بها. تولى رئاسة العديد من اللجان لمؤتمرات علمية ولجان وطنية، ترأس العديد من الإدارات مثل إدارة الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وإدارة التصنيع الدوائي في الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية ليبيا. شغل منصب وكيل بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، فكان وكيلا للدراسات العليا والبحوث، وهو من مهد الطريق للدراسات العليا بالجامعة الليبية الدولية وجهز هذا الملف بالكامل قبل التقاعد. ألف عدد 3 كتب في مجال الكيمياء الحيوية، إضافة إلى نشر 50 ورقة بحثية في مجلات علمية محكمة. السيد أستاذ دكتور مصطفى الفاخري، وهو من موليد مدينة بنغازي والمتحصل على درجة الدكتوراه من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة العام 79، وهو متحصل على جائزة الدولة التشجيعية لأفضل عضو هيئة تدريس جامعي في سبتمبر 1992.
الدكتور مصطفى الفاخري يتم تكريمه اليوم بجائزة التميز لكل ما قدمه خلال مسيرته المتميزة في مجال التعليم الطبي في ليبيا. فليتفضل أستاذ دكتور مصطفى الفاخري إلى المنصة مشكورا للتكريم. تشرف الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية أن تمنحكم دكتور مصطفى درع العطاء إكبارا لمسيرة ذاخرة بالأعمال الجليلة فياضة بالإنجازات النبيلة سطر صفحات مجيدة في مدونة التعليم العالي في ليبيا على مدى عقود طويلة وأجيال متعاقبة، نهلت من علمكم وتتلمذت على فكركم واهتدت بنتائجكم أو بنتاجكم الفكري والعلمي. إن تكريمكم هو إعلاء لقيمة العطاء وترسيخ لقيمة الوفاء، دمتم ودام عطاءكم العلمي الثري. هذا التكريم منح في بنغازي بتاريخ 26/11/2022. أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم جميعا. أود أن أبدأ حديثي بقراءة آيتين كريمتين من محكم كتاب الله، فبهما كثير من العبر التي يمكن إسقاطها على كثير من الأحداث عبر كل العصور. الأولى من سورة ياسين وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. وهي تدل على مقاومة التغيير. والثانية من سورة الكهف وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهي تدل على انعدام الرؤية والابتعاد عن الصواب. بعد ذلك قطعا سأنتقل إلى تقديم واجب الشكر والثناء لإدارة الجامعة على هذا التكريم الذي سعدت به كثيرا، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق. مساء يوم الخميس الماضي طلبت مني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقديم كلمة قصيرة أشارك بها في حفل افتتاح أعمال هذا الملتقى. عندئذ بدأت محاولة صياغة نص مركز وغير تقليدي، نص كومضة تختزل مراحل مسيرة الجامعة الدولية وذلك منذ نشأتها حتى الآن، بحكم كوني أحد مؤسسيها منذ كانت فكرة على الورق. لقد حاولت تضمين النص مفهوم وسياق بعض الأحداث التاريخية من موروثات العصر الجاهلي كدلالة على ملامح جاهلية العصر الحديث. هذا النص المتواضع قد يراه البعض شعرا، في حين آخرون قد يرونه أقرب إلى النثر منه للشعر. في الواقع أنا شخصيا لا أستطيع تصنيفه ببساطة لأنني لا أجيد أي منهم. أتمنى أن تنال هذه المحاولة رضاكم. عنوان النص: ولادة حلم. يقول: عندما
كنت في المهد صبيا، استشعرت بريق النور في عينيك، آه كم كنت بهية. لاحت في الأفق دعوات وأدك سحقا لثوابت الجاهلية، فتسللت في عتمة الليل خلسة تجوبين البرية، تطاردك كلاب الصيد والغربان، لكنك كنت عن الصيد عصية. سيدتي مسرفة الحسن أنت أبدا في الحب سخية، تموتين في كل مرة في العشق ثم تبعثين حية، واليوم تنتصبين شامخة كعروس مجدلية، تحملين في يدك منارة المدينة، ترشدين السفن التائهة في ليالي الشتاء الحزينة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور مصطفى. الآن درع العطاء، درع العطاء للأستاذ الدكتور عمر الأحمدي، وهو عضو هيئة التدريس في أهم الجامعات بمصر، درس بجامعة عين شمس وجامعة الأزهر، وترأس العديد من الأقسام في هذه الجامعات، ترأس كل مركز أبحاث ودلالات الأورام السرطانية بجامعة الأزهر، وقطاع الأبحاث والتطوير والجودة بجامعة عين شمس، وأسس جمعية عمداء كليات الصيدلة في الوطن العربي. امتلك عضوية في كل من مجلس إدارة الشركة الدولية المصرية للصناعات الدوائية إبيكو، ومجلس إدارة الشركة القابضة فاكسيرا، ومجلس إدارة شركة النصر للكيماويات والصناعات الدوائية. السيد أستاذ دكتور عمر الأحمدي نشر ما يزيد عن 150 بحثا في المجلات العلمية الدولية، وأشرف على إعداد 130 رسالة ماجستير. الأستاذ الدكتور عمر الأحمدي وهو الأستاذ القدير المصري الجنسية، والمتحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر في العام 1984، والمتحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية، يتم تكريمه اليوم بجائزة العطاء لكل ما قدمه خلال مسيرته المليئة بالعطاء في مجال التعليم الطبي، والذي عاد بالنفع الكثير على التعليم الطبي في ليبيا، وعلى الأخص مساهمته في دعم الجامعة الليبية الدولية في بداياتها، وذلك بتأمين العديد من الأساتذة الزوار للجامعة. الدكتور عمر الأحمدي وفي طريقه الآن إلى ليبيا، هو حاليا نحكي معكم، هو موجود في مطار عمان ويتصل بي باستمرار، للأسف يعني فات التكريم توا، ولكن إن شاء الله نعوضها له في الليلة بعد ما يوصل، ممكن في أثناء حفل العشاء بإذن الله. الأستاذ دكتور عمر الأحمدي عرفاناً بعطاء علمي سخي، وإكباراً لإسهام تعليمي ثري، واعترافاً بأعمال جليلة أسديتموها للتعليم الطبي في ليبيا عامة، والجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية خاصة، حيث دعمتم بداياتها ورسختم مرتكزاتها، فكان حقا علينا اليوم منحكم درع العطاء عنوانا لكل ذي مكرمة وفضل الوفاء. منح الدرع في مدينة بنغازي بتاريخ 26 من نوفمبر 2022، ويتسلمه عنه الأستاذ الدكتور مصطفى الفاخري. وإلى الدرع الثالث والأخير في تكريمات اليوم، أيضا درع العطاء للسيد أستاذ دكتور فتحي طاج. أستاذ دكتور فتحي طاج شارك في التدريس في جامعة عين شمس بمادة الكيمياء الحيوية، وتولى رئاسة العديد من اللجان، منها رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب بجامعة عين شمس. ترأس العديد من الجمعيات، منها الجمعية المصرية للكيمياء الحيوية، والجمعية المصرية للبيولوجيا الجزيئية الطبية، وجمعية نهضة الطب عين شمس. كما يشترك في عضويات اللجان مثل الجمعية المصرية للعلوم الطبية الأساسية، والجمعية المصرية للروماتولوجيا
الروماتيزم وجمعية المصرية للوراثة. اشترك في العديد من المؤتمرات الطبية المحلية منها والدولية. أنشأ درجة الماجستير في طب الأسرة، وساهم في اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات وتفعيلها في لائحة الدراسات العليا الجديدة بطب عين شمس. السيد أستاذ دكتور فتحي طاش، وهو أيضا الأستاذ القدير المصري الجنسية والمتحصل على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس العام 1975، وهو من أنشأ قسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب جامعة صنعاء باليمن، وهو أيضا من أنشأ برنامج الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة العرب الطبية. يتم تكريمه اليوم بجائزة العطاء لكل ما قدمه خلال مسيرته المليئة بالعطاء في مجال التعليم الطبي، والذي عاد بالنفع الكثير وخاصة على التعليم الطبي في ليبيا، وعلى الأخص مساهمته في دعم الجامعة الليبية الدولية في بداياتها أيضا، وذلك بتأمين العديد من الأساتذة الزوار للجامعة. لن يتمكن أستاذ دكتور فتحي طاش لظروف خاصة من مشاركتنا احتفالية اليوم، وسيتلقى التكريم عنه دكتور مصطفى الفاخري. أستاذ دكتور فتحي طاش باسم أجيال عديدة تعاقبت على تلقي التعليم الطبي والتدرج في مراحله والصعود في مدارجه، ناهلة من معينكم المعرفي الذي لا ينضب، يطيب للجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية أن تمنحكم درع العطاء وفاء لمسيرة ذاخرة بالإخلاص والتفاني في محراب العلم. منح الدرع في بنغازي بتاريخ 26 نوفمبر 2022. ضيوفنا الكرام مشكورين جدا على الحضور في الموعد وعلى سعة صدركم وعلى تحملكم حفل الافتتاحية بكثرة الكلمات. الآن في استراحة إلى أن تبدأ السيشن الأول، هيبدأ الساعة 10:30 تماما في هذه القاعة. نبدأ أول سيشن. We have three talks. Each for 20 minutes. I'm brought the pleasure to be with you in this morning, in this medical education conference. My talk today will be about designing the medical curricula for future doctor, contemporary issues, and new perspectives. We really have a lot of growth to promote of to number of education not only in the Libyan international university, but also in the whole country as well as the whole issue. As introduction, social accountability is an emerging concept in medical education. It has been defined by WHO in 1995 as the obligation of medical schools. طبعا هقدمكم دكتور عبدو أسمر، متحصل على MD والFACP Program Director Internal Medicine Residency Program USF HCA Healthcare GME Character Irlanda Vice Chairman Graduated Medical Education Department of Internal Medicine Professor in Medicine and Medical Education, University of Central Floranda and College of the Medicine. The title, Strategies of for Effective Clinical Teaching. So we are busy clinicians, we see patients, but we also have to teach in that context. And it involves both and teaching about the patients. So you're taking care of the patients and you're teaching about the patient, involvement and teaching about the patient. And the WFME, which everyone is talking about today, was established in 1972. And this was it was deemed to be a representative of medical education around the world. And it is part of the World Health Organization, or the WHO. FAMR was established in 2000. FAMR is part of the ACGME, I think. So it's an American institute. In Libya, we have the National Center for Quality Assurance and Accreditation, and this was established in 2010 by a
قانون من المؤتمر الشعب العام. Lately, the General Healthcare Council, which I work in, was established in 2017. And this is only one single slide on the history of accreditation. And then also we need to have a balance between what is adopted by the WFME before 2020. These are 9, and now they adopted these 8. And you can see that the difference is not so much, but they emphasize on changing educational resource or educational program into curriculum, because they think that the curriculum can really absorb all the issues that they need to target in the educational program. And as well, they have the quality assurance rather than that, like the continuous renewal, because the continuous renewal, as we can see from the presentation of Khabbab, inshallah later on, is part of the accreditation and is not the whole journey, and it's not the destination which we would like to reach. The next speaker, I have a great opportunity to present Sarah Tapper, Managing Director of Office of Standards and Assessment at the Royal College Canada, former Associate Director, Education Strategy and Accreditation, Royal College of Physician and Surgeon of Canada, Momentum Accreditation Program Research and Development at Accreditation Canada, Master of Health Administration, the University of Ottawa. The title, The Value of Accreditation and Its Link to Quality Outcomes. That said, the literature does cite a number of benefits, including the ability to achieve minimum standards and that insurance from assurance of that achievement from a public good perspective. So the fiduciary duty of an accrediting body and of a profession to ensure that those that they ultimately graduate meet requirements based on the achievement of those national or international standards. Unfortunately, there are many bodies who are interested, but they are not specialized in this. Accredited by recognized institution. So that's why we're eager, because the students, they have the rights to make their informed choice. If they would like to go to US, yes, this is right. My role as a university, my role as a government institute, my role as the Quality and Accreditation Center, I need to provide. You need just to fix. The fixing, you need to improve. You need to improve your work there. Accreditation is about achieving it. It's about maintaining it and quality improvement after improving service. So that means it's not your work. So I answer the first question, you can answer the second only. The first one. Can you say it again, bro? Will explain his question to us. First of all, are there any long-lasting effects on the well-being of the student? No, I see. Okay. When I see it, sorry. So yes, in general, I see it. Yeah, definitely, to introduce the next speaker, who is Professor Sultan Sharif. He's a visiting professor at the EUSN University Southern Nation, member of the National Academy of Medical Science, New Delhi, and a resource person for UNESCO. So, if a single teacher can't teach all the subjects, then how can we expect a single student to learn all the subjects and be successful in examination without any stress? This also sums up the student's expectation as well as the fear of missing the examination. To the next speaker in this morning session is Professor Muhammad Ahmed Hussain, a professor of medical education and clinical biochemistry. Seems to be
a really good link between bio and medical education. So it is not okay to a student in higher level from that and full tuition, whatever it's like, if it's insecure or it's failed or whatever, but we need a higher level of tuition to be aligned with his learning outcome. And as mentioned previously, it is part that some of the assessment questions that could be considered or respected. يعني هو الموضوع اللي يتكلم على الكونجينيتال انقياس الانقياس المعرفي. نعم تمام. والحقيقه موضوع هو يعني شخص تحت العقلانيه اللي هو الكونشنس، ولكن من جانب ميديكال شنو المؤثرات اللي تاثر عليك انت باش توصل للتشخيص الصحيح؟ توقع من عندنا البروفيسور ادم تورتي. He has a MPCHP, DCTech, CABD, GMHBE. He's a consultant and professor of pediatric gastroenterology. The first one will focus on the importance and benefits of technology in clinical assessment. And the second one is how to overcome technology resistance. So I think Dr. Hassanein has spoken enough on Miller's PRISM, so I will skip that slide. Clinical skills assessment, as Miller's PRISM shows, that we need multiple ways of a clinical assessment because of the complexity of the assessment itself, because of the multitudinous of factors affecting the measure, the outcome of the assessment method. ومرجعيات مختلفة وأساليب مختلفة. ندعو بداية الجلسة الأستاذ الدكتور عمر عبد الرازق من جمهورية السودان ليحدثنا حول student assessment as part of achievement. A student's affective domain assessment, however, still there is missing part of the jigsaw puzzle, which behavior, attitude, advocacy, communication, responsiveness, professionalism, creativity, reasoning, and judgment, etc., missing. In trying to alter behavior, it is essential to identify, evaluate, and document the behavior that you need. The patient and Dr. Barclay, teacher of the Yale Department of Anesthesiology and Preoperative Medicine, School of Medicine and Industry, West Virginia. This is another nice way for the electronic and computer systems to give the community an easy way to make decisions. So it's called SpiderNet or Radar Plot. And the current softwares we use, they can do this. So if you have 200 assessments for the same person, and if you look carefully around the circle, around the spider net, there's prof is professionalism. Now I have the pleasure to invite our keynote speaker, online presentation, I understand, Dr. Najwa Nashat Higazi, Associate Professor of Family Medicine, Family Medicine Department, Faculty of Medicine, Menofia University, Associate Trainer in Training of Trainers, TOT, CPT. I am Dr. Nagar Shafi-Gazi, as I have been introduced, so I'm not going to repeat my introduction. I'm going to talk with you about constructive curriculum alignment. What exactly are we going to talk about? We need to define what's curriculum alignment, recognize its importance, and what is the steps in order to do such a thing and to appreciate the impact of that into the educational process. Welcome again. This is
the fourth session in the conference, the second one for today. I'm going to present Professor Ali Dalai, he's a faculty of Sydney, chairman of Sydney, chief of Sydney Oncology. He is an eminent figure, and he is kind of inspiring lecturer. And then we can stay and enjoy what he's going to do. And e-learning is anything that uses a computer or net to express, whatever is that purpose. And it's been proven till now that this is have a lot of advantage because it offers the learner control over the content, the learning sequence, the pace of learning, the time they need to learn, or the medium. And it's been shown that it's as good as traditional lecture. It's been proven. So this is not of debate anymore. So I'm not going to even discuss that. That's basics. Should be over. Especially COVID, Dr. Sunusi approved هذا للعالم. I will like it's not better. It's not better. Exactly. Thank you. At the University of Oman, KSA, visiting professor of medical education at University of Lahore, an international university, technical officer, WHO in North Egypt. Welcome, Dr. As you might have already read in our abstract book and in the program, my talk is on a very important topic that is an evolving topic on a very important issue that is faculty education and training on a very transformational aspect of medical education, that is digital technology. So I'm Dr. Bokhtar, speaker of the day. So I'm an so I founded a medical education department for the Young University, member of National Committee of Evaluation of Libyan Medical Faculty, so former vice dean of the medicine faculty at the University of Lyon. وفعلا بدينا نشوفه في آلية أخرى إلى أن زي ما قلنا نشوفه مظلة اللي هو جمعية علمية. وفعلا حصلنا الموافقة الأولية من البحث العلمي لأن هي تتبعها، لكن الفكرة اللي اتفقنا عليها طبعا مش أنا، طبعا مجموعة كبيرة من الناس وأغلبهم حاضرين معنا، أن نحن نعتبر هذه هي مظلة نجمع فيها جميع المختصين بالتعليم الطبي في جميع المجالات، ونحاول نحن أن نحاول نطور أنفسنا في التعليم الطبي في الثلاث المجالات اللي هي عارفينها، اللي هي الأندر جرادويت والبوست جرادويت والكونتينيوس ميديكال إدوكيشن. حاولنا مجموعة من الأعضاء المبدئيين أن نحاول نديره مقترح لتو سيف تايم ونشر يتم إشهار الجمعية اليوم، لكن للأسف نظرا زي ما قلت الإجراءات الإدارية والحاجات اللي طلعت جديدة ما كانتش قبل في الجمعية، لواحدة منهم لازم يعتمدها محرر العقود، وبعدين مجموعة من محررين العقود للأسف يطلبوا في حاجات يعني جيب جواز السفر والشخص لازم يكون موجود قدامنا والحاجات الإدارية هذه. على العموم طبعا احنا المفروض ما نديروش أي إجراء لنشهر الجمعية بما فيهم اللائحة، بما فيهم الاسم الجمعية، الأهداف، المقر، الحاجات هذه. Professor Tashna David Nataraja, Professor in the School of Medicine and Vice Chancellor of Education, International Medical University in Kuala Lumpur, Malaysia. Today she will be talking to us about in benchmarking medical education, setting the right path for institutional needs. So this one, quality assurance, methods in education. Having said that, the title of my talk is benchmarking. And benchmarking is part of quality assurance. So let me explain a bit about benchmarking and some of the definitions I would use. So what is benchmarking? Benchmarking allows us to make comparisons
across three dimensions of performance in higher education. Dr. Hassan Bahari, Nasr al-Bahari. Dr. Hassan al-Bahari, Masters of Health Professional Education, SMSE, Orthopedic Oncology Fellowship, UN University of India, AO Trauma Fellowship, UNM University of Germany, Clinic MD Orthopedic Surgery. Today he will be talking to us about tips in giving lectures and dynamics of giving small group discussions. So we are born to learn, and learning is a continuous process. Each of us is essentially acting as learning machine. Alexander Kapp coined back the andragogy, because pedagogy is about teaching children. But this Alexander Kapp coined that at 1833. Actually, it's a great pleasure to talk about LIMU experience regarding PharmD program during this eminent conference. I'm just trying to start with the vision of LIMU and how we think that we have to self-finance to invest in education. And with the vision of LIMU to be a center of excellence in the field of higher education and to work in accordance with the standards of quality assurance from the first day of LIMU establishment, and with the mission of LIMU, where it believes that she always needs to fulfill the future needs. Director of HMS Middle East North Africa Famous Regional Institute for Health Professional Education, Chair of the Center of Excellence in Forensic Psychiatry Research at Ainshams University, Professor in the Department of Forensic Medicine and Toxicology at Ainshams University, certified municipal trainer at Ainshams University, Faculty of Medicine, Director Quality Assurance Unit, ASU FOAM, Global Commercial Advisor to Universities and Medical Schools. Today she will be talking about cultural appropriation for enhanced medical education. So I'm going to be associated with the residential college for girls, and before that I want to associate you for community affairs at the Central University for Science and Technology. I hope you can see my screen. So let me tell you what this is about. Today I want to speak to you about cultural appropriation and how to use cultural appropriation to improve knowledge acquisition in medical education, and this is a piece of work that you have done. Our next speaker, Professor Abdul and Sahar Al-Mahdi. Unfortunately, we were expecting him live, but luckily we are catching him right now, virtually. Thank you for your efforts, Professor. Okay, thank you, Laura. I'm interested in our working director. I am currently the chair of the biomedical science department in Dubai Medical College for girls. The previous speaker was actually a associate of the same college and my colleagues in the college. So I'm one of the head of the education center in Marist University, Bangla. First, I also would like to thank the organizers, Dr. Salma and Sabab and all the committee for inviting me today. ظروف الرحلة كان صعبة، وبعدين احنا متعودين عليها في الأيام الشاقة دي في الستينات التسعينات أيام الحظر، كنا بنيجي في السوبر جيت وأوقات كنا نقعد باليومين وبالتلاتة في السلوم ومساعد، لكن ما أقدرش أتأخر أبدا عن أي طلب للدكتور مصطفى أو وبشكر أخويا العزيز والصديق يعني أستاذ الدكتور محمد سعد، ربنا رجعه بالسلامة إن شاء الله، على لمسة الوفاء واللمسة الجميلة اللي حاسس بالمجهود، وعمرنا ما حسينا إن أنا بعمل حاجة فيها أي
تجاوز او اي حاجه، لان دي يعني الدكتور مصطفى والله مره طلبني الخميس بالليل قال لي عندنا امتحان يوم السبت ومش لاقيين ممتحنين. السبت الساعه 7 الصبح كنا في السوبر جيت، وكان رفيق العمر زميلي واخويا الكبير الدكتور فتحي طاش على طول نيجي، وبعدين هو يكون جايب ممتحنين من طرابلس يقول لك الله انت جيت بنغازي ومش جاي طرابلس، مره لففوني شهر. والله وكانت اخر مره جالي يعني فعلا صححت 3000 ورقه انا فاكر. طلعت من بنغازي على طرابلس، وبعدين طلع المسؤول الله يديله الصحه الدكتور ابراهيم في حلبوم قال لي والنبي انا عندي شويه طلبه بس في الخمس، راح واخدني على الخمس والنبي عندي مش عارف شويه طلبه في الزاويه وبعدين شويه طلبه فين. قلت له بقول لك ايه كفايه كده انا خلاص انا تعبت انا كرهت التصحيح. لكن فعلا الواحد عمره ما يتاخر. انا فاكر الله يرحمه الدكتور الكيلاني رئيس القسم الكيمياء الحيويه واحنا بنعمل له برنامج الماجستير الكيمياء الحيويه طلب ان احنا نعمل معمل لتحليل الهرمونات وتيومر ماركر. انا جبت 40 كرتونه في السوبر جيت، الراجل سول كده فتح السوبر جيت في مساعد لقى 40 كرتونه عليها عمر مين عمر الاحمالي ده مهرب ده ولا ايه، وعمل لي وعطلني وقعد بهدله ويوميها يعني رئيس الجامعه قعد يعتذر لي وما قلتش ليه كنا بعتنا لك، لك انا ما اقدرش اتاخر ابدا عن اي مجهود مش لجامعه بنغازي او الجامعه الدوليه لاخواتي اسمها لاخواتي، اما الاخ يطلب من اخوه حاجه ما يقدرش يتاخر. وبهنيكم ودايما للنجاح وبالتوفيق في ان شاء الله، وربنا يرجع الدكتور محمد سعد بألف سلامة ان شاء الله. I would like to present an abstract of our paper, namely an evaluation of the final year exam, final year multiple choice question examination at Faculty of Medicine, University of Benghazi. The authors are Dr. Rafiq Al-Mahdoui, Dr. Saleh Al-Ojli, and me, Dr. Sara Glisa. I would start my presentation by giving an overview regarding multiple choice questions. Multiple choice questions, they are widely used as an assessment tool in undergraduate and postgraduate medical education. They have a feature which is an advantage that they sample broad domains of knowledge efficiently and reliably. Depression and anxiety and stress among dental students. It's unfortunate that mental health is often neglected, not only in our regional area, but worldwide. Dental students are under continuous stress due to heavy academic curriculum and long clinical sessions. It has been reported and proven by many clinical studies that dental education have a higher stress than any other education compared to other specialties. Areas of stress are divided to 5 more areas. Living environment, as dental students are living in a very competitive environment. Personal characteristic, as required from dental student who become eventually a dentist to understand how to handle each and every patient. Educational environment, as any other medical field. Academic factor, as they require to be above the average. And clinical factor, with continuous clinical assessment. In addition, in 2019, in city of Wuhan, China became the epicenter of the novel coronavirus, COVID-19, and due to high mortality rate, this virus led to worldwide pandemic. This increased the wave of fears and stress that has many psychological consequences. I'm Dr. Nanda Ben Ali. Today I'm going to present my research, which entitled Dental Student Perception Toward E-Learning. My presentation can be looked at under the following headings. I'll begin with simple introduction, then material methods. After that, I'll show you some interesting results, discussion, conclusion, and finally, I'll end up with the challenges and recommendations. So what's e-learning? Actually, yesterday, Dr. Ali Galai defined the e-learning. It's nothing but learning through internet. And here's the definition given by Ailes and Allen. E-learning covers a wide set of application and process, such as web-based learning, computer-based learning, and virtual classroom, and digital collaborations. Uh,
as long as we all have been through the online learning and teaching for some extent during the coronavirus, here I'm trying to share with you the experience of the Faculty of Applied Medical Science when doing a unique trial by doing or running a trial for an online PBL session. Okay. Okay, the aim by the study was to assess the technical feasibility of such online teaching plan, considering the expected technical challenges facing the Libyan education system. The challenges we considered or we thought about was mainly the unstable internet connection, the poor connection of communication service, and the long-term unannounced cutoff of electricity. We thought that these may be the challenging elements for the online learning in Libya. سعيدة بمشاركتي في مؤتمر التعليم الطبي الذي ترعاه الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. يشرفني أني نشارككم بتجربتنا في reshaping advanced pharmacy practice experience في Faculty of Pharmacy at LIMU during COVID-19 pandemic. As we know that the transition from the didactic years to the advanced pharmacy practice experience is the one of the milestones competency للحصول على PharmD degree. Faculty of the Pharmacy at LIMU اعتمدت international standard في experiential training للstudents بحيث أنها بدأت تدرب فيهم من الـ foundational years والـ professional years before الـ ABBE. فكان في عندهم الـ introductory pharmacy practice experience المتمثل في الـ summer training بين السنة الثالثة والسنة الرابعة بالإضافة إلى بعض الـ simple clinical skills في الـ foundational والـ الـ professional years. بس أهم فترة يتلقاها الطالب من التدريب اللي هي Advanced Pharmacy Practice Experience اللي هي عبارة عن Structure Training Experience بحيث الستودنت يطبق جميع ما تم دراسته في سنوات الدراسة بيش يطبق البيشنت كير في البراكتس سيتنج وتسمح له انه يدير Develop وDemonstrate للCritical Thinking Skill في البروفيشنال براكتس. These are the contents of my talk. Introduction, aim of the study, methods, results and discussion, conclusion and recommendations. Assessment is the most important factor that drives students' learning as students tend to study materials that will be assessed and complicated and inaccurate questions can affect performance of students and can affect the results. Aim of my study is to compare performance of undergraduate final year students in paper, clinical and viva examination in internal medicine at Faculty of Medicine, University of Benghazi. نبدو وسيط العمل بتاعنا على الكريتيكال ثينكينج مع زميلي الدكتور مجدي ساسي هو انترنال كونسلتنت انترنال ميديسن اند كارديولوجي. حقيقه موست اوف ذا ورك وموست اوف ذا بريبريشن دان بدكتور مجدي نوت باي ماي سيلف. انا اسمي علي قلاي تخصص جراحه واكثر جراحه كبد وبنكرياس اكثر شيء الانكولوجي. شكرا للزملاء السينيور اللي موجودين هنا. احنا اور انتنشن كلام حنبدا على الليفل بتاع الصغير شويه على الكريتيكال ثينكينج، لكن لما نتكلموا على الكريتيكال ثينك قبل يبدا مجدي ويعطي الانترودكشن حياتي الفورمات حتكون كالاتي. تو مجدي حياتي انترودكشن على الكريتيكال ثينكينج عام بصوره عامه ماليش علاقه بال يعني هاو فيت في اللايف. ام جادن يوز ات ليتل توك هاو اي يوز ات في الميديسن كلينيكال وبعدين حنديروا critical thinking سيناريو ولا اثنين نناقش فيه. It's open so even during lecture you can interfere. الcritical thinking قبل يبدأ دكتور مجدي والنقاش هو حياة عامة بنتي لما تستعملوه تستعمله في حياتك، تستعمله في مشاكل الخاصة في البيت، في مشاكل الورثة، في مشاكل اسمها العائلية اللي كيف متجوزين، في مشاكل الطبية. إذا critical thinking هو general way of
living. Every time a door closed for you, another door opens. لكن مشكلتنا ما نشوفوش فيه. هيك الحياة راه. لما تسكر جيت قدمي عند دكتور مجدي بتخدمي عندها ويقول لك ما فيش حصص خدمة، تلقى في فرص أخرى حلوة وأحسن لك، بس إحنا مصرين والله معقد، والله عنده واسطة، خذي بنت قليصة لأنه يعرف دكتور ويبدأ ويدور في ندوره في المشاكل ونسيب الأبواب الأخرى مفتوحة. Then I'm sitting looking for the solution. Okay, they're not giving the impression directly. It is a systematic evaluations of arguments, ideas, theories. The basic premise involves asking critical questions to form an educated opinion of whether or not those resources are credible. Other Stanford, 2018. أول شيء أنا يعني كتير مبسوطة وسعيدة إني بينكم وأنا يعني جيت على ليبيا مرة وهي المرة الثانية الحمد لله كأني شكرا على حسن الاستقبال وشكرا للجامعة الليبية اللي سمحت لنا الفرصة إنه نعطي يعني محاضرة. أنا اليوم راح أحكي عن مشاريع الاتحاد وراح أركز على مشروع تطوير الدوريات العربية، بعدين راح أعطيكم هيك نبدأ عن المشاريع الجديدة اللي عم يصدرها الاتحاد. طبعاً اتحاد الجامعات العربية هو يعني منظمة تابعة لجامعة الدول العربية وبتضم الجامعات العربية سواء حكومية أهلية خاصة وبيعمل مشاريع ليساعد النشر العلمي سواء على مستوى الجامعة مستوى الكليات على مستوى أعضاء هيئة التدريس. اليوم حركز على هنا على مشروع تطوير الدوريات العربية. طبعاً ليش إحنا بنحكي عن المشروع تطوير الدوريات العربية؟ لأنه حسب الدراسات من 40% إلى 30% من تطوير الأمم عادةً يعني بنبثق من النتاج العلمي لهذه الأمم. فالنتاج العلمي هو صار ثروة خلينا نقول وإحنا لازم نهتم فيها سواء بالوطن العربي أو على كل جامعة لوحدها إنه شو تعمل أو كل شعب لوحده كل دولة لوحدها شو تعمل حتى تثري هذا الثروة اللي هي موجودة. لما ترجم لي بحث تعرفين مرات البحث باللغة العربية بفقد يعني محتوى وبفقد الفكرة إذا ترجم باللغة الإنجليزية. لكن كحل وسط قالوا لا كل بحث تحول العنوان يعني يصير عنوان باللغة العربية باللغة الإنجليزية. هاي التقييمات والتدريب على المنصة كيف تستخدمها كيف تدخل البيانات عليها كله مجاني من أدمه من اتحاد الجامعات. نحن نتكلم عن السايبر سيكوريتي أو الأمن السيبراني. السايبر سيكوريتي اللي هي كلمة من شقين سايبر وسيكوريتي. سايبر يعني معناها الأجهزة المتصلة بالشبكة، سيكوريتي يعني أمن، يبقى أمن الأجهزة اللي متصلة بالشبكة. زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت إن إحنا عنا ثلاث ثورات صناعية. ثورة صناعية الأولى اللي كانت إحلال الميكنة محل العمل اليدوي، بعد كده في ثورة صناعية تانية بنسميها الثورة التكنولوجية. الثورة التكنولوجية اللي هي جابت لنا اللي دخلت التكنولوجيا والمحركات والعربيات، شكل العربيات كان في البداية ازاي وبدأت تتطور، يعني معناها بيسهل حياة الإنسان وبيسهل الحركة وبيسهل الاتصال. ظهرت الثورة الصناعية الثالثة اللي سميناها الثورة الرقمية، يعني دخلت لنا بقى عند التليفون ودخلت لنا الإنترنت ودخلتنا الاتصالات، ودي كانت يعني نقلة كبيرة جدا. مسائل التواصل اللي احنا بندخل عليها كلنا دي هي مجانا، ما بندفع فلوس. فلما ما بندفع فلوس وسائل التواصل يبقى احنا السلعة. يبدأ يقول لك بعد شوية طب عشان رسوم تحويل ابعت لي $1,000، طب عشان مش عارف ايه ابعت لنا كذا، يبدأ يسحب منك لحد لما يلاقي فايدة يختفي. ده اللي هو الاستياد ده. او مثلا حد يتصل بيك يقول لك انا من البنك المركزي وعمل تحديث بيانات، اديني ارقام البطاقه بتاعك، ادي له ارقام البطاقه يسحب الرصيد بتاعك. خلصنا، فلتصبح المعرفه هي الداعم الاساسي للوطن. شكرا جزيلا لكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. انا تشرفت بكم والله، الله يكرمكم.
ماسك في العناية؟ دكتور مساء على وليدي راقد عندي كان في العناية. شو اسمه؟ نقدر نجهز دكتور تعبينه. وليدي اسمه أحمد عبد الله خش عندي كمان في العناية. تعبين وليدي مني عليه نفهم شو عنده بالضبط. كان جاي تعب هو عموما أحمد أمس واليوم خذ العلاج وتوضع أحسن. يعني افضل من قبل. به شنو عنده؟ كيف طاح علي انا؟ قاعد يرجع. انت احكي لي بس شنو صار؟ قاعد يعيط بطني ورجع وبعدين داخ علي. كيف يعيط من بطنه اول ما نط بطني وبعدين تكررت معي بعدين رجع. حاط لي عنده كحه عنده سلسال. لا ما عندهش كحه بس داخ علي يا دكتور. Communication is a process by which we interact with other people. It's the process by which we sharing the knowledge, information, experience with the others through our media. Effective communication here, communication اللي produce the intended or desired result اللي تؤدي الغرض منها. The disease اللي هو المرض عنده كذا هذا مرض diagnosis لكن إيش لك illness the feeling of the patient. إن في حاجة اسمها communication skill. أنا ما نقدرش نقول للشخص لا انت ضروري لما تجي الدكتور تبقى قادر انك تتواصل مع المريض بنفسك هذا علم يدرس وضروري يتناقش المعلومه تطلع من شخص اللي هو حيكون السندر وتمشي لمن تمشي للريسيفر الطريقه هذه يسموها فيها كوميونيكيشن سكيل ضروري يكون في بريدج معين باش توصل المعلومه وتحصل تحقق الهدف The mother asking the doctor to explain everything about the patient and will observe. After finishing, you have to give feedback. Okay? Talk to the doctor. نشكر الجامعة الدولية على أنها فتحت لنا الفرصة هذه إن تعالوا فريق العمل إن هي خلتنا نقدم الشيء هذا ونبدو فيه والها هي يعني الكريدت هي أول مكان يخلينا نديروا ورشة عمل حقيقية في الموضوع هذا. كان عندنا صعوبات اللي ممكن فهو نقاش حتى القانون الاخير لا القانون الاخير بتاع الجامعات في الجامعات الحكوميه مكتوب عند الشرط بتاعك لازم يكون عنده شهاده اكاديميه ماجستير PhD ولا ماستر اكاديميك ديجري لكن ما عندش حاجه في الادوكيشن سمبل كلينيشن سيرفيس عنده حاجه اهله ولا لا ما عندش حاجه في الادوكيشن هم الاثنين يديروا في جوب هم مش لها تمام الحل كالاتي الحل ان احنا ناهلوهم to be educators that is it الحديث حول المستقبل مهم جدا وربما يعني في وقت مختصر مثل هذا لا يمكننا ان احنا نغطي كل شيء يعني سفورميديبل تاسك وكفر اول اوف بس anyway we take the opportunity in talking about the principles these are other expansion of the requirements of health education and I think We have in Limo for the last year an experience with that, with an excellent sort of
feedback on the importance and the help that this brought to education. We should produce healthcare professionals who are truly collaborative, community oriented, cognizant with the social determinants of health, resilient, competent with lifelong learners, who are adept to harnessing technology to serve their patients, and who possess empathy and compassion. So what Professor Mohammed just said about all the amazing things we are all striving to achieve in education, all the vertical integration and all the problem-based learning and all the PBL and the CBL and the TBL and all the ends that are there in education that we have been hearing about. I know this is it comes as a shock for many people that this is not what people would expect to hear in a conference, but I can only say it. I can only say what I believe in. And I believe in solving problems and not wasting our time putting out educational research out there that is just an experimentation with this theory in context. This is all our research. We wanted to study our prospective health before we actually benchmark. Because benchmarking should be aligned with the results of your situation and that. So we started collecting data about what is happening in our context. We used hospital discussion, we used surveys, especially needs assessment surveys, and then we did a desktop analysis to establish a blue gas analysis at the same time. So we did a needs assessment by asking people what sort of training they would expect in a master's degree.